بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل محاضرة الارتكليترز، ونتذكر أخذنا لسه السيمبل ارتكليتر اللي هذا وياه، والمين فاليو ارتكليتر اللي هو هذا. قلنا ذولا السيمبل ارتكليتر والمين فاليو ارتكليتر، طبعا مواصفاتها ان شاء الله اذا ترجع المحاضرات تراجعهن، لكن لسه اثنيناتهم يشتركون بصفه انه ما نقدر نغير بيهم اي شيء. مجرد نسجل vertical dimension و centric gyration ونركبهن هنا، وكل من اللي يقدر يسوينا الحركات اللي يقدر عليها. اما الزوايا اللي ممكن انه نغيرها، لا، دول اثنيناتهم non adjustable، اثنيناتهم كل شيء ما نقدر نغير بيهم. زين عيني، هسه اليوم راح ننتقل مرحله جديده، راح ننتقل الى تصور وفكر جديد بفهمنا للماندبلر موفمنت وبفهمنا للارتكليترات. اليوم طبعا محاضره جدا مهمه، زين عيني، معلوماتها جدا مهمه، ومن المحاضرات القلائل اللي ممكن تلقاها بالانترنت. زين، اللي هي adjustable articulators. شنو adjustable articulators؟ يعني هو الارتكليتر الذي بامكاني انه شنو اعمل له adjustment، انه اقدر اسوي له شنو، اقدر اسوي له adjustment اللي هو هذا. شو اسمه هذا هسه الارتكليتر؟ شو اسمه هذا الارتكليتر؟ هذا ادجستبل. شنو قلنا ادجستبل؟ اللي هو اقدر اسوي له ادجستمنت، اذا اقدر اعدل بيه. شنو اللي اقدر اعدله؟ انتبه عليه، هسه راح نبدي وحده وحده. زين، اذا نقرا هسه، اقرا وياي كتابك وياك. ادجستبل ارتكليترز. This type of articulators differ from fixed condyler path articulator in that. إذن هذا الارتكليتر يختلف عن ال fixed condyler path، اللي هو هذا ال fixed condyler path، في أولا it has adjustable condyler path، وهذا تكون fixed condyler. إذن هذا بالبداية إنه adjustable، اللي هو شنو؟ للهوريزونتال كوندايلر باث. وين الهوريزونتال كوندايلر باث؟ هذا شو اسمه؟ هوريزونتال كوندايلر باث. هسه شنو؟ اقدر اغير الدرجه مال هاي الزاويه. هاي شو تمثل؟ مسار الكوندايل بالبروتروزيف، مسار الكوندايل في حركه البروتروزيف. زين عيني، اذا اولا اقدر اغير شنو؟ الهوريزونتال كوندايلر باث. اما هذا شو تكون الهوريزونتال كوندايلر باث؟ هذا تكون فيكست، شوف ما نقدر نغيرها. زين، هذا واحد. اثنين، it has adjustable lateral condyler path. وين اللاترال كوندايلر باث؟ اللاترال كوندايلر باث هو المسار الذي تتخذه الكوندايل عند عمل حركة اللاترال موفمنت. من المريض يسوي الحركة اللاترال، الحركة اللي ليفت تو رايت لاترال، فالمسار اللي تاخذ الكوندايل بهالجهة اللي يمثل لنا اللاترال كوندايل، وين هذا؟ هسا باوع لي من فوق، هذا الارتكليتر قلبت لك اياه لفوق. هسا شوف، هذه صفر القراءة مالتها هنا جوا، هذه تقرا صفر لاترال كوندايلر باث. زين، احنا هسه نفرها اغلب الناس تقريبا 15 تكون وياي. اذن هسه صار عندي الكوندايلر باث، لاترال كوندايلر باث، قدرت اسوي لها شنو؟ قدرت اسوي لها ادجستمنت. شنو اللاترال كوندايلر باث؟ قلنا هو هذا المسار اللي راح يتخذه. منو يتخذه؟ يتخذه من ريد يتحرك الماندبل باتجاه اليمين او باتجاه اليسار، المسار اللي يمشي به الكوندايل. يعني هذا هسه هوريزونتال كوندايلر باث للامام، لكن هذا هسه المسار اللي راح يتخذه منه الكوندايل من يريد يتحرك الماندبل باتجاه اليمين او هذه الجهه الثانيه باتجاه الثاني. زين عيني، عين الوزنينج من جوا هذا السكرو. اذا هذا شنو هسه؟
هذا اللاترال كوندايلر، بشوفن شلون تغيرن الزوايا. هذه هسه شنو يصير اذا تحرك الماندبل باتجاه الرايت، وهذه اذا تحرك الماندبل باتجاه اليسار. اليسار صار واضح؟ اذا هسه هذا شو يسموه المسار؟ يعني شوف هذه هسه هنا البول، هذه اللي هي شنو تمثل البول، قلنا تمثل الكوندايل. زين، ف من نسوي هسه احنا هاي المسار، هاي الزاويه راح تمشي الكوندايل بمسار. زين عيني، تمشي بمسار من يتحرك الماندبل باتجاه الثاني، باتجاه المقابل. يعني هسه هنا من راح نحرك الكوندايل راح تمشي بهالاتجاه، الكوندايل من تمشي معناها الماندبل وين يروح؟ يروح لاتجاه المعاكس. صار واضح هسه شنو نقصد؟ طبعا هسه ما اريدك يعني تركز بهالجسمه، بس اريدك تفتهم انه هذا هو اللاترال كوندايلر باث، وهذا شنو؟ الهوريزونتال كوندايلر باث. قلنا اللاترال كوندايلر باث هو المسار اللي يمشي به الكوندايل من نريد نتحرك، نحرك الماندبل باتجاه اليمين وباتجاه اليسار. اذا هذا اللاترال كوندايلر. اذا هسه كم ادجستمنت قدرنا نسوي؟ هذا اصلا ما بي لاترال، هذا اصلا ما بي شنو؟ ما بي لاترال كوندايلر باث. ونرجع لهاي المعلومه. زين، بعد الشيء اللي نقدر نحرك نسوي له ادجستمنت، ات هاز ادجستبل انسايزال جايد تيبل. وين الانسايزال جايد تيبل؟ هذه شوفها هسه، قدرنا نسوي لها شنو؟ قدرنا نسوي لها ادجستمنت، يعني انتيريو بوستيريرلي نقدر نسوي لها ادجستمنت، وميديو لاترالي. صار واضح؟ اذا هذه الانسايزال تيبل، قلنا هذا انسايزال بين، هذا انسايزال تيبل. اذا هسه شنو الشيء الثالث اللي اقدر اسوي له ادجستمنت بالادجستبل ارتكليتر؟ اللي هو منو؟ اللي هو الانسايزال تيبل. لكن نشوف احنا الانسايزال تيبل بالمين فاليو تكون شبيهة فيكست، fixed incisal table. زين، بعد it has adjustable شنو؟ انتر كوندايلر ديستانس. هذه شنو؟ شوف هذه هسه مكان الانتر كوندايلر، يعني البعد بين من؟ بين هذا الجزء الكوندايل اللي يمثل الكوندايل وهذا الجزء اللي يمثل الكوندايل. بامكاني انه شنو؟ اغيرها حسب قياس المريض، بامكاني انه اغيرها حسب قياس المريض. زين، وهاي قلنا ايش قد احنا هذا ما ممكن نغيرها، هاي ثابته. زين، بس اراويكم شلون نغيرها. هذه ثابته ما ممكن انه شنو تتغير. وقلنا هاي ايش قد كانت من يتذكر من الفيكس كوندايلر باث المين فاليو ايش قد سويناها؟ بونول، ويليام بونول، من يتذكر 10.4 ملم. ممتاز. اذا هسه شنو الشغلات اللي بامكان الادجستبل ارتكليترز نقدر نسوي الادجستمنت بيها؟ اللي هي هوريزونتال كوندايلر جايدنس، لاترال كوندايلر جايدنس، ادجستبل انسايزال تيبل، وبعد شنو؟ انتر كوندايلر ديستانس اللي قلنا البعد بين الكوندايل من الجهتين، بامكاني بالسكرو ازيدها واقللها حسب البيشنت. زين، they can be adjusted so that the movement of its jaw remembers closely resembles. تخلي جواها خاط. يقول هاي كل هالأجسمات اللي نسويها الغاية منها حتى نصل إلى mandibular movement closely resemble. شنو closely resemble؟ يعني تقترب من شنو؟ حركات الماندبلر موفمنت. تكون 100% ريزمبل؟ لا، لو شلت كلمة كلوزلي لكانت العبارة خاطئة. ها، اذا لا تقول لي هاي مكتوبة بالملزمة نصا. لا، لو شلنا هذه العبارة، هاي العفو الكلمة، لكانت العبارة خاطئة. هو ما راح يقدر يسوي حركات الماندبلر موفمنت اكزاكتلي ريزمبل، لا كلوزلي ريزمبل، يقترب. يعني كنا هسه شوف، كنا ذاك يتحرك يعني opening و closing، وبعد يتحرك protrusive. protrusive قلنا مو البروتروسيف اللي يسويه المريض 100%. هنا هسه راح نقدر نسوي، شوف هسه نتقدم opening و closing مثل البيشنت. بعد يسوي لي horizontal condyler bath،
يعني بروتروزيف مثل المريض 100%، ماكو مشكله. اللاترال لا، تبدي تصير لاترال، ذاك نهائي المين فاليو ما تصير، هذا تصير بيلاترال ولكن مو 100% مثل صار. وهسه راح نعرف يصير وليش ما تصير وليش مو 100%. زين عيني، اذا نشوف يعني شنو بدينا نحسن من 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 الحركات اللي نقدر نسويها، ولكن مو 100%، ما وصلنا بعد يعني ما وصلنا اكزاكتلي ريزمبل ذا اول مانديبلر موفمنت. زين، ولو شلنا كلمه اول هنا وشلنا كلمه كلوزلي هم ترجع العباره صحيحه، يعني نقراها: they can be adjusted so that the movement of the jaw members resemble some mandibular movement. تصير صح. زين، يعني يصير يقترب من شنو، او يقدر يقلل بعض الحركات اللي يقدر يسويها التمبرو ماندبلر جوينت او الماندبل. زين، هذه ممتازه، بس هاي كلها فهمناها. الادجستبل ارتكوليتر بنوعين مثل ما نتذكر بالكلاسيفيكيشن اللي اخذنا، هذا السيمي ادجستبل واكو فولي ادجستبل. ممتاز، راح نشوف بمن يختلفون ان شاء الله من نكمل المحاضره وناخذ كل مواصفات السيمي ادجستبل. السيمي ادجستبل تعريفه: ان ارتكوليتر ذات الوز ادجستمنت تو. ادجستمنت شنو؟ اذا هاي كلمه ادجستمنت اقول لك شيلها، شو تخلي بمكانها؟ تخلي بمكانها النقاط الاربعه ذولا اللي قدرنا نسوي نوع الادجستمنت. اذا يقدر يسوي ادجستمنت، الغايه كلها من هالادجستمنت من هالتعقيد، اشوف هذا تعقيد اكثر من اللازم به. زين، تو ريبليكيت افريج مانديبلر موفمنت. اذا يقدر شنو؟ تقريبا يسوي لي يعني نوعا ما يقدر يوصل لي شنو؟ للمانديبلر موفمنت. It may be argon and non-argon instrument. وهاي معلومة أنت تطلبني إياها من المحاضرة السابقة، قلت لك أوضح لك إياها إن شاء الله لهاي المحاضرة، واليوم راح أوضحها. Argon and non-argon instruments. Semi-adjustable articulators are adequate for، إذا وين نستخدمه؟ For complete denture construction and multiple restoration في أكثر من مكان. زين، or fixed oral rehabilitation. هذا شنو؟ يعني نقدر نستخدمه واحد اذا ردنا نسوي كومبليت دنشر، اثنين مالتيبل ريستوريشن يعني عندي اكثر من تعويضه، واحده فوق واحده جوا، وفيكست مثلا واحده من اليمين واحده من اليسار. زين عيني، وبعد اذا ردنا نسوي كومبليت اورال ريهابليتيشن، شنو كومبليت اورال ريهابليتيشن؟ يعني نريد نستخدم فيكست نغلف كل الاسنان، او نغير الفيرتيكال دايمنشن، نزود الفيرتيكال دايمنشن او نقلل الفيرتيكال دايمنشن، فنستخدم هذا النوع. زين عيني، اذا مالتيبل ريستوريشن اور فيكست بارشال دنشر او فيكست بارشال دنشر، كومبليت دنشر واورال ريهابليتيشن. ديزاين، هسه اول شيء ننطيك الديزاين احنا حتى انت حضرتك من تشوفه، يعني هسه انت من تجي قبل ما تاخذ محاضره ال مين فاليو والسيمي ادجستبل، من تشوف ذولا وانت صف ثاني بعدك تشوف ذولا بالسوق تقريبا تقول يمكن شكلهم ها كانه نفس النوع مو نفس النوع. لا، هسه اخذ الديزاين هذا، عرفت هذا مين فاليو، اليوم راح تاخذ ديزاين هذا راح تعرف هذا سيمي ادجستبل. زين عيني، in these articulators the horizontal condylar path is adjusted. فرحان هذا اليوم، كل ساعه عاد هاي المعلومه. زين، الهوريزونتال كوندايلر باث ايش بيها؟ adjusted. زين، باي هنا هسه راح يصير السؤال. زين، يقول هذه انت تسوي لها ادجستمنت، هذه تسوي لها ادجستمنت حسب الزاويه اللي اسجلها من المريض. وهنا راح يجيك سؤال: زين، انت الزاويه اللي تسجلها من المريض شلون اسجلها؟ يعني هسه انا ازاد احكي وياك، ايش مدريك الزاويه مالت الكوندايلر باث مالتي بالتي ام جي ايش قد؟ انت مثلا يا مصطفى من تخابرني وتسولف وياي ايش مدرينا الكوندايلر، انا راح اعلمك طريقه شلون نعرف الكوندايلر باث، هوريزونتال كوندايلر باث شلون نقيسه؟ نقيسه بطريقه اسمها بروتروزيف ريكورد، خلي جواها خط، هذه اسم بروسيجر نسجل من خلالها شنو؟ البروتروزيف موفمنت للماندبل، نقيسها بالبيشنت وجيني ننقلها هنا، واذا قسناها هنا ونقلناها راح تطلع عندي شنو؟ حركه البروتروزيف. زين عيني؟ زين. بروتروزيف ريكورد obtained from patient and the lateral condylar path inclination is adjusted according to formula. هنا بدات نقطه الضعف.
الهوريزونتال كوندايلر جايدنس اسجلها من المريض وانقل هنا اكزاكتلي ممتاز. لكن اللاترال ما راح اسجلها من المريض، لا، قيمه الهوريزونتال اللي حصلتها ادخلها بمعادله اسمها هانو فورمولا. مثلا قيمه الهوريزونتال كوندايلر انكلينيشن احنا ايش قد قلنا بونول قالها مثلا 30، لو فرضنا قسناها اللي لقيتها 32. اللاترال بعد ما تقيسها من عندي مباشرة، منين تقيسها؟ تدخل هاي ال 32 تقسيم 8 تساوي ايش قد؟ 4 زائد 12، اذا اللاترال مالتي ايش قد؟ اللاترال مالتي 16، نخلي الزاوية مالت اللاترال نفرها بمقدار 16، هذا وياها نفرها بمقدار 16، هاي هسه 16 ونثبت. إذن شوف الهوريزونتال أنا سجلتها exactly، ولذلك قلت لك البروتروزف اللي نسوي بالسمية جستابل يكون exactly، أما اللاترال يكون مو 100% يشابه المريض، فقط سجلناه من فورمولا. وهاي الفورمولا مين اجت؟ هانو. شلون سواها هذا هانو؟ هذا سوى نسبة وتناسب، قاس الازاد لقاها 32 بالنسبة للهوريزونتال كوندايلر جايدنس. اسوي لكم هسه سوى هو سوى كوريليشن، دراسة ارتباط، جاب مجموعة مرضى عنده زين، قاس لهم الهوريزونتال وسجل الرقم، وقاس اللاترال للمريض وسجل الرقم زين عيني، وسوى بيناتهم معادلة زين. هذه هيك سوى، هذه الهوريزونتال وهذه اللاترال. اجى للمريض الاول قاس الهوريزونتال لقاها 32، قاس لللاترال لقاها 16، المريض الثاني قاس الهوريزونتال لقاها 36، قاس اللاترال لقاها 16.4، للمريض الثالث قاس الهوريزونتال لقاها 30 مثلا، الجسم لقاها 15.9، وهكذا قاس فد عشرات القياسات. قاعد يفكر شنو العلاقة بين ال 32 وال 16، فكر الى ان لقى هذه المعادلة، لقى انه اذا خلينا ال 32 قسمناها على 8 وجمعنا وياها 12 يطلع الرقم اللي من الجهة الثانية، يعني إذا خلينا هذا الرقم من جهة اليسار خليناه بمعادلة بحيث قسمناه على 8 وجمعناه ويا 12 يطلع هذا، وشاف هاي المعادلة تنطبق على كل الأرقام، فإذا قال هذه معادلة هانو، هذه المعادلة مالتي، وراح أقول لك ليش سواها. هاي المعادلة مالتي أنه عمي أنت من المريض قيس فقط الهوريزونتال، لا تقيس اللاترال، الهوريزونتال قيسها ودخلها بمعادلة يطلع اللاترال، بس راح أقول لك اللاترال يطلع 100% يشبهها، لا يقول لي يطلع فرق جدا بسيط، لكن هو مو هو من المريض، يقول لي لا هو مهم، إذا أقول له خلاص، إذا أنت البروتروزف ماتك 100% صحيح، أما اللاترال اللي هي اللاترال كوندايلر بات، يعني المريض من يسوي لاترال موفمنت لليمين واليسار، فيا عمي هذه مو اكزاكتلي من المريض، وإنما بمين؟ زين راح اسأله انت زين ليش سويت هيجي؟ يقول لي احسب كم قياس لازم تقيسه من المريض، واحد orientation relation، اثنين vertical dimension، ثلاثة centric relation، اربعة protrusive record، سجلنا protrusive record. يقول هاي اربعة ترى كلش هواية، وتريد تضيف لها بعد تقيس اللاترال من جهة اليمين 5 وتقيس اللاترال من جهة اليسار 6، هذا راح يصير قياسات كلش هواية على المريض، والمريض احتمال ينزعج. زين يابا المريض انا ماتي ما ينزعج، يتحمل ماكو مشكلة، كل ما زادت عدد المحاولات زاد احتمالية الخطأ، كلما زاد عدد المحاولات زاد احتمالية الخطأ. شلون؟ أضرب لك مثلا أنت حضرتك هسا قاعد ودشينو نفرض يعني عندك فد شيدة تهدف على هدف، قد إذا من أول مرة ممكن تجيبها بالهدف، لكن إذا أقول لك حاول لست مرات
ست مرات تجيبهن، إذا كل ما زادت عدد الاحتمال المحاولات زادت احتمالية حصول خطأ. صار واضح هسه؟ ولذلك هذا الشيء خلى هانو يسوي لنا فورمولا، خلاص قال انت فقط سجل بروتروزف ريكورد ودخلها بهذه المعادله، راح يطلع عندك اللاترال انكلينيشن. صار واضح؟ ممتاز. هذا هو شيء ايجابي من ناحيه انه قلل لي عدد محاولات تسجيل، وبالرغم من هاي عدد قللنا عدد محاولات راح نستفاد انه المريض ما انزعجه ولا التايم كونسيومنج وقت العياده ما راح يزداد هوايه. زين اني وبعد واهم من هذا كله انه قللنا احتماليه حدوث خطا في الريكورد. هسه افتهمنا الديزاين مالت السمي ادجستبل ارتكوليتر، ولذاك هسه قلنا ليش البروتروزف دقيقه؟ لان سجلنا الهوريزونتال من البيشنت بالبروتروزف ريكورد من المريض اكزاكتلي، اما اللاترال اللي هي اللاترال موفمنت للماندبل ما راح تكون دقيقة 100% لأنه ما قسناها من المريض مباشرة وإنما طلعناها من شنو؟ من معادلة.